أما هؤلاء المساكين ما كانوا نائمين وسيستيقظون يوما ما. أما هذا الكلب فهو تجديد لعملك السيء الأسود الذي كنت تتقلب فيه. هذا ما قدمت يداك، هذا ما قدمت يداك. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. البقاء والدوام والملك لله. حرام عليكم، وين متودوني؟ حرام عليكم. أبوي محمد علي، وين تحطوني؟ انظر أمامك، هل ترى تلك الحفرة؟ ذلك بيتك الذي ستسكنه وحيدا، البيت الذي طالما كان ينتظر قدومك، سكان الحدود والدواب. ذلك هو القبر. ثم أماته فأخبره. هنا تتخرق الأكفان، وهنا تنتثر الشعور، وهنا تتقطع الجلود، وهنا تسيل الأحداق على الخدود، وينزل من الأفواه القيح والصديد. أما هؤلاء أبوك وإخوانك، جيرانك وأصحابك، فسيدخلونك بأيديهم ويميلون عليك التراب، ويدعونك وحيدا بلا صاحب ولا أهل. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا حسرتا. رب الجهود. كلا إنها كلمة Thank you.
Papa Dini istirahat dengan tenang. Kan Dini masih ada tante, masih ada om. Ya sayangnya. Ya, Dini gak mau sama tante, gak mau.
Ibu ingin ketemu papa. Papa, jangan tinggal. Ibu pasti ada tamu sama om. Papa, 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 papa. Dan ini masih sangat kecil, kasihan ya. Mereka kan masih ada saya dan Om Tuh. Lagi pula mereka kan anak-anak saya, Doni. Wajarnya dong, kalau saya sebagai musuh mereka. Kenapa kalau gitu? Ada yang sayang pada anak yatim itu? Ya, bukan Ibu. Rumah beserta isinya dan semua harta saya wariskan kepada kedua anak saya, Dino dan Dini. Apa? Enggak bisa. Enggak bisa. Rumah ini milik orang tua kamu. Betul si Doni mencintai anaknya. Saya berhak atas rumah ini. Tapi Bu, dulu almarhum orang tua Ibu telah menyerahkan semuanya kepada Doni. Jadi surat warisan ini sah. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu.